التلفزيون من أهم الاختراعات في العصر الحديث لتأثيره الكبير، لأنه أداة للتعليم والتواصل بين الناس، كمان أداة لتوصيل المعلومات والأخبار وللتسلية وللترفيه لكل الناس في كل الدنيا. اختراع التلفزيون ومين اللي اخترعه والمراحل اللي مر بيها، ده عنوان فيديو النهاردة، وده اللي هنعرفه بعد الفاصل. لكن نعمل اشتراك الأول في القناة وفعل زر الجرس، واستنى لما تسمع الفيديو. لو الفيديو عجبك اعمل اعجاب. كانت بداية اختراع التلفزيون في سنة 1927، اتعرض يومها بنجاح لأول مرة في سان فرانسيسكو على ايد المخترع فرانسورس اللي كان عمره ساعتها 21 سنة. فكرته وقتها كانت العمل على نظام بيلتقط صور متحركة بحيث بيتم تشفيرها على موجات الراديو ونقلها من جديد الى صور على الشاشة. بعدها جاء واحد اسمه الشاب بوريس في روسيا، وده عمل على تطوير مجموعة من التجارب لنقل الصور قبل نجاح فرانسورس اللي احنا اتكلمنا عنه ب16 سنة، بالاضافة الى شابين، واحد منهم كان من انجلترا والتاني كان من امريكا. الاثنين عملوا عرض تلفزيون ميكانيكي بيعمل على مسح الصور عن طريق قرص دوار مع ثقوب مرتبة بشكل حلزوني، ومع هذا بيعتبر اختراع فرانسورس اللي عمل على مسح الصور بواسطة حزمة من الالكترونيات او من الالكترونات هو النمط الاساسي للتلفزيون الحديث. طيب مين اللي اخترع التلفزيون؟ الحقيقة مخترع التلفزيون مش شخص واحد، دول كانوا مجموعة من الاشخاص ساهموا على مر سنين مش في سنة واحدة على تطوير الجهاز ده. اهمهم كان المخترع الالماني جوتليب، وده عمل على تطوير تقنية قرص دوار سنة 1884 ميلادية، وده كان يستخدم لنقل الصور من خلال الأسلاك. وكمان المخترع جون لوجي اللي حصل على براءة اختراع لفكرة استعمال صفائف قضبان شفافة لنقل الصور للتلفزيون، بحيث كانت الصور مكونة من 30 صورة هي أول العروض التلفزيونية من خلال الضوء المنعكس. كمان المخترع تشارلز جانكيز عمل على اختراع نظام تلفزيون ميكانيكي كان بيعتمد على نقل صور ظل متحركة. كمان شركته افتتحت محطة إذاعة تلفزيونية في الولايات المتحدة في الوقت ده. المخترع الألماني كمان كارل براون كمان اخترع أنبوب أشعة الكاثود سنة 1897 ميلادية، وده كان أصل ظهور التلفزيون الإلكتروني اللي احنا عارفينه النهاردة. المخترع الأمريكي فرانسورس هو أول مخترع للصور التلفزيونية اللي احنا أو اللي تعرف عليها المهتمين بالمجلة أو اللي صنعوا المجلة. وهو أول مخترع للصور التلفزيونية. كمان عمل على تطوير أنبوب تقطيع الصور إلى خطوط مستقيمة، وهو أصل كافة أجهزة التلفزيون الإلكترونية الموجودة في الوقت الحاضر. كمان المخترع كان اسمه فلاديمير، ده اخترع أنبوب من أشعة الكاثود كانوا بيسموه كينسكوب، وده كان سنة 1929. دول الناس اللي ساهموا في صناعة التلفزيون اللي بنشوفه في عصرنا الحالي. طبعا هو مر بمراحل كتير لحد ما وصل للشكل اللي احنا بنشوفه دلوقتي، وللشاشات وشاشات العرض والحاجات اللي احنا بنشوفها دلوقتي، لكن دول اللي بدأوا بالفكرة وطوروها من بداية الفكرة الأساسية لحد ما وصلت للشكل بتاع النهاردة ده. شكرا لكم على متابعتكم لينا في فيديو النهاردة مع اختراع جديد اتكلمنا عنه، عن بدايته وعن تطويره، زي ما اتكلمنا قبل كده عن التلاجة المنزلية وزي ما اتكلمنا عن التكييف، وهناخد ان شاء الله باقي الاختراعات نتكلم عنها. ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس لو ان شاء الله عشان يوصلك كل جديد، واعمل اعجاب بالفيديو كمان لو عاوز تدعم قناتنا. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.